أيمن أيمن أيمن. السلام عليكم. اليوم كنتواجدوا بمدينة مراكش و المناسبة بطولة المغرب شبان. غنقول لكم هذه المباراة مباراة نادي بلدية عيون سيدي ملوك و ثلاثية نادي بني ملال العصبة الثانية والرابع الرابع. أيمن ثلاثية بلدية عيون سيدي ملوك ممثلة عصبة الشرق و تريبلت نادي بني ملال ممثل عصبة تادلة أم رابع. والنتيجة سلبية 0 لمثله ما بين الثلاثيتين. بطولة المغرب شبان لموسم 2022-2023 ونلعب الجولة الأولى هنا بملاعب نادي المراكشي للكرة الحديدية. عندك اخويا ما تحركش الله يحفظك. اخوان اخوان الاخ ما تحركش الله يحفظك. لا ما تحركش. يرضي عليك يا ايمن. برافو عليك. حرام صنايات كلي لاعبين اي Thank you.
رجعنا لكم من جديد مرة أخرى قبل المباراة اللي كتجمع ما بين تريبلات نادي بلدية عيون سيدي ملوك وتريبلات نادي بني ملال. النتيجة المسجلة لحد الآن فهي 3-0 لصالح تريبلات بلدية عيون سيدي ملوك. نعطيكم التشكيلة ديال الكل ثلاثية. بالنسبة لتريبلات نادي بني ملال ممثل عصبة سيد عمر ربيع كتكون كل من سليمان معاد وسامي وتريبلات بلدية عيون سيدي ملوك ممثل عصبة الشرق تكون كل أيمن بولعسل أيمن هبهب وسيمو بن سليمان. النتيجة المسجلة لحد الآن فهي 3-0 لصالح تريبلات بلدية عيون سيدي ملوك. هذا بطولة كتلعب على الشكل النظام السويسري بطولة المغرب الشبان لموسم 2022-2023. Thank you.
لكن كاين علي شي علي كاين البحر كاين السعد كاين الخيطو كاين الخوش الهلالي الهلالي وخوش الخيطو على افتراض جاهلين وخوش خوش الخيطو سي هومادي سي هومادي دوموندي او بيسي ايمن 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 حاول قتشو من الله تركيب النتيجة هي 3-0 لصالح كلاب بلدية عيون سيدي الملوك يشرف على تسيير هذه المباراة الحكام السادة حكم طويلة السيد بحار وعلي السعلي السعلي علي من عصبة الوسط وحسين بحار من عصبة تادلة عمر رابع وحكام الملعب وحكام الميدان كتكون كل من الهلالي بخوش وبوكر قيطوط هذه مناسبة لإبراز مؤهلات الشباب المغربي في رياضة الكرة الحديدية سيمان سيمان البطولة كتعرف مشاركة ديال 60 ثلاثية من مختلف الأندية والعصابة المنضوية تختلف الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية اللي جات صباح اليوم أو منذ أمس الجمعة إلى مدينة مراكش وكانت انطلاقة اليوم على الساعة 9 صباحا هذه المباراة الثالثة من النظام السويسري النتيجة المسجلة حتى الآن فهي 3-0 لصالح كلابليت بلدية العيون سيدي ملوك المكونة كل من أيمن بو العسل أيمن عرهاب و سيمو سليمان واحد ياك ها واحد هديك واحد واحد اذا النتيجه فهي 3-1 اذا النتيجه كتغير كتصبح 3-1 لصالح كليب بلديه العيون سيدي ملوك ممثل عصبه الشرق المباراه الثالثه مباراة الثالثة من النظام السويسري خاص ببطولة المغرب شبان اللي كتشرف شرف مراكش شرف ماموري محاولة الأولى بيان بوانتي ايمن بولا سيل تيبقى كورتو مكسوبة Thank you.
كاين النتيجه دائما 3-1 صالح تريبليك بلدية العيون سيدي ملعوك مونتي لاصقة الشرق الكرة الحديدية خصصت الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية هاد البطولة غلاف مالي قدره 83,000 درهم شكرا مرة أخرى سليمان تي ربح البوان وفي معاد هو أيمن بول عسل غادي يضرب له بول مرة أخرى أيمن بول عسل مرة أخرى ضربة موفقة لأيمن أبو العسل تبقى فرصتهم محسوبة في اللعب عندهم أن بوان في الأرض كاينة كرة وحدة في الملعب أن بوان في الأرض لصالح تريبليت نادي بلدية العيون سيدي ملوك المباراة الثالثة يا بوانتي مرة أخرى معاد برافو تيربح البوان مباراة فيها الندية وتشويق ما بين تريبلات نادي بلدية العيون سيدي ملوك وتريبلات نادي بني ملال برافو ضربة موفقة مرة أخرى تيبقى كارو عنده ثلاثة في الأرض عندهم ثلاثة في الأرض أو عندهم غير جوج لأن الكرة الثالثة ما ربحش عندهم جوج إذا إضافة نقاط وثلاثة نقاط إضافية لصالح تريبليت بلدية العيون سيدي ملوك باقي كرة واحدة أخرى فإلا زادها غادي تقول عندهم سبعة برافو تهداف أربعة نقاط إذا أربعة نقاط لصالح تريبليت بلدية العيون سيدي ملوك أصبح نتيجة سبعة لواحد في هذه المباراة الثالثة جيت سو البارتي الاولي حنا جوج من بلدية العيون سيدي ملوك كيربحو جوج البارتيات وهذه الثالثة لاعبينها منتصرا فيها بسبعة لواحد
الناخب الوطني السيد رشيد الحبشي يتابع هذه المباراة، انتشر المباراة ديال بلدية عيون سيدي ملوك و تريبلات نادي بني ملال. خير بالنتيجه فهي 7-1، 7 عند تريبلات بلدية عيون سيدي ملوك ممثل عصبة الشرق، كونتر تريبلات نادي بني ملال ممثل عصبة سادلة أم الربيع. إذا 7-1 والتفوق واضح لثلاثية أيمن بولعسل وأيمن هبهاب وسيمو بن سليمان. محاولة ديال معاد من نادي بني ملال، محاولة جميلة ديال معاد تيربح بها البوان. دائما تفوق لصالح تريبلات بلدية العيون سيدي ملوك ممثل عصبة الشرق، والنتيجة المسجلة الآن هي 7-1. كرة كتبقى ناقصة باقي البوان تريبلات بني ملال. بالنسبة للتوقيت الزمني ديال اللعب هو 50 دقيقة، يعني كنلعبوا على شكل النظام السويسري 50 دقيقة، يعني جميع المباراة كيتنطلقوا في نفس الوقت. 50 دقيقة من اللعب من أجل كسب رهان كل مباراة والطموح من أجل التأهل إلى الدور أو الخروج من المجموعات. بالنسبة للنظام السويسري فهو كيعتمد على التوقيت الزمني وكذلك التنقيط، يعني كل ما ربحتي كل ما كتصدر السبورة حتى الترتيب. أيمن سير ملي الثلاثية ديال نادي بني ملال ممثلة ديال عصبة سادلة أم الربيع. كتكون كل من سامي سليمان ومعاد. الآن محاولة ديال أيمن اللي غادي يضرب لها بول. Thank you.
بغى يضرب البوشون. ايمن بغى يضرب البوشون باش يلغي هذه الجوله. ايش 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 شوف ديش وشحال يا خمسة إذن أربعة نقاط لصالح تركلة نادي بني ملال. إذا النتيجة كانت غير كتصبح خمسة عند بني ملال ممثل عصبة سيدنا عمر ربيع، سبعة عند تريبلت نادي بلدية عيون سيدي ملوك ممثلة عصبة الشرق في المباراة الثالثة من بطولة المغرب شبان. تدير بالنتيجة فهي سبعة خمسة، سبعة عند تريبلات بلدية عيون سيدي ملوك، خمسة عند تريبلات نادي بلال، وهذا سامي أعراب اللي غادي يضرب لابول. ضربة موفقة ديال أعراب في خبز لابول. بطولة تعرف مشاركة ديال 60 ثلاثية من مختلف الأندية والعصابة المنضوية تحتلها الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية، جاءت اليوم أما منذ أمس إلى مدينة مراكش من أجل التباري على هذه البطولة، بطولة الشبان لموسم 2022-2023. هذا الملعب هو ملعب نادي مراكش للكرة الحديدية متواجد أو عصبة جهة مراكش أسفي. محاولات ديال التأشير كيربح البوان. كانت جوج فرنسا تريبلات نادي بني ملال، والان عندهم اول لعبه صلاح كهرس ديال البوان ديال الارض ديال بلديه عيون سيدي ملوك. هذا
معليش معليش النتيجة فهي 7 على 5، نتيجة متقاربة بحال 7 بحال 5 ما بين تريبليت بلدية عيون سيدي ملوك ونادي بني ملال. كرة تضيع من طرف لاعب نادي بني ملال. كرة تضيع أقل بوان في الأرض لصالح ثلاثة بلدية العيون سيدي ملوك عاصمة الشرق. النتيجة 7 مقابل 5 لصالح ممثل عاصمة الشرق. برافو، هذه تأشيرة موفقة. يلا ايمن بين ثلاثة الكرات عند تريبليت ايمن بولعسل من بلدية عيون سيدي ملوك. الان غادي يضرب لها بول، غادي يضرب لها النقط. يعني خويا محاولة لأيمن بولعسل غادي يضرب لها النقط. ضربة موفقة ولكن تيخرج فرصو. إذا عندهم أن بوان في الأرض، باقي عندهم جوج كرات. الآن محاولة لإضافة النقط. فرصو تتجدول. اخر كون عند ايمن بولعسل في اضافة النقط. عندهم واحد في الارض. إذن جوج نقط لصالح تريبليت أيمن بولعسل من نادي بلدية عيون سيدي ملوك. نتيجة 9 مقابل 5. سعود بلدية عيون سيدي ملوك 5 نادي بني ملال. مباراة ثالثة من بطولة المغرب هنا بمدينة مراكش.
فبالنسبة للنتيجة ديال هاد جوج ثلاثيات في المباراتين الأول الأولى برافو فبالنسبة للبلدية تاع سليم ملو كيربحو جوج مباريات وكذلك نادي بني ملال تما كيربحو جوج مباريات والآن كيلعبوا هذه المباراة الثالثة والتفوق لصالح بلدية العيون سيدي ملوك نتيجة سعود مقابل 5. برافو سامي عرفت ضربة موفقة تبقى فرصه مكسوبة في اللعب تالي ضربة موفقة للأعرب من نادي بني ملال عصبة تدلى هم الرغبة مرة أخرى أيمن أبو العسل من بول اسل شاو غادي يضرب لابول وشوية تي صوتي اي من بول اسل شتاع فرصو مرة أخرى أيمن بولا سلة غادي يضرب لها بول مرة أخرى برافو أيمن تخرج لها بول ولكن تيمشيو بوانتيو لأن البوان لأن خرجوا كواري بجوج لأن خصهم يمشيو بوانتيو نادي بلدية العيون العيون سيدي من لوك خصهم يمشيو بوانتيو لأن ما بقى حتى كورة في الملعب الافونتاج كاين عند نادي بني ملال بالنسبة لنادي بني ملال كيلعبو كرة وحدة هي ديال سامي عرب اللي يضربو قنكارو بالنسبة لبلدية عيون سيدي ملوك لعبو ثلاثة كرات ودابا الآن غادي يلعبو كرة رابعة بيان بوانتي بالنسبة لبلدية عيون سيدي ملوك عندهم بقاو عندهم جوج كرات أما بنادي بني ملال باقي عندهم خمسة كرات حرارة مفرطة في مدينة مراكش الله يحسن العوان هاد الشباب اللي تيلعبو تحت هاد الشمس الخارقة المحاولة ديال الأعراب اللي غيضرب لها بول أظن غيضرب لها بول فرصة تبدا كان عندهم واحد لافونتاج المحاولة ديال الموعد برافو تيربح البوان تذكير بالنتيجة مرة أخرى فهي سعود مقابل 5 سعود عن تريبلت نادي بلدية عيون سيدي ملوك المكون يكون من أيمن بن أسد أيمن هباب وسيمو بن سليمان كونتر تريبلت نادي بني ملال يعني خمسة ديال النقط مكونة كل من سامي أعراب وهم معاد وسليمان هاد جوج ثلاثيات كيربحو جوج مباريات متتالية الآن كيلعبو المباراة الثالثة والتفوق لصالح تريبلت بلدية العيون سيدي ملوك كرة كتبقى ناقصة ما تضربش البوا
يشرف على تسيير هذه البطولة المغرب شبان موسم 2022-2023 اللي تتقام هنا بملاعب نادي مرغاكوش جهة مرغاكوش أسفي. طاقم تحكيمي مكون كل من علي السعلي من عصبة الوسط وحسين بحار من عصبة تدلى عمر رابع، جوج حكام مكلفين بحكام الطاولة. وبالنسبة لحكام الميدان تتكون كل من هلالي بخوش وبوكر خيطوط. البطولة هذه كيحضرها الطاقم الفني الخاص بالمنتخب المغربي المكون كل من نور الدين قطبي ورشيد الحبشي ومصطفى بيبو. برافو جيداف نقطة ثانية. ويحضر هذه البطولة جميع أعضاء المكتب الجامعي ورئيس الجامعة الملكية المغربية السيد خالد المنصوري. ونقطة ثالثة، إذا إضافة ثلاثة نقط لصالح تريبليت نادي بني ملات. أصبح نتيجة 8 عند بني ملات، 9 عند نادي بلدية العيون سيدي ملوك. يعني نتيجة متقاربة بحال 8 بحال 9. المحاولة للأيمن بول عسل اللي غادي يضرب لها بول. ضربة موفقة للأيمن، برافو، ضربة موفقة للأيمن بول عسل اللي خرج لها بول. التذكير بالنتيجة فهي 9-8، 9 بلدية العزيز الملوك، 8 عند نادي بني ملال. المباراة اللي كتجمع ما بين عصبة الشرق وعصبة تدلى أم الرابع. والمناسبة بطولة المغرب شبان والكرة الحريرية كتقام هنا بملاعب نادي مراكش بعصبة جهة مراكش أسفي. المحاولة ديال الأعراب اللي غادي يضرب لها بول. موفقة للأعراب تيخرج الكرة وكتبقى كرة مكسوبة في اللعب. الملعب في كرة واحدة اللي كاينة هي هذه اللي بقات ديال الأعراب. بالنسبة للتوقيت الزمني اللي لعب هذا النادى، توقيت النادى السويسري فهو 50 دقيقة. كل مباراة يعني جميع مباراة كينطبقوا في نفس التوقيت، والمدة الزمنية المحددة فهي 50 دقيقة.
كرة ديال سامي عرب شداد. تذكير النتيجة في السعود مقابل 8 سعود عند تريبلات بلدية عيون سيدي ملوك 8 عند تريبلات بني ملال نتيجة متقاربة بحال 8 بحال سعود بالنسبة للتوقيت الزمني وصداع كرة التوقيت الزمني هو 50 دقيقة من اللعب بطولة المغرب شبان مرسل 22 في 23 صراحة الأجواء هنا بمدينة مراكش أجواء رياضية رائعة ما بين جميع الممارسين الشباب كاين مؤهلات كاين تقنية كاين تقنية كاين ندية فتاة البطولة كذلك كاين الاخلاق حاضره بقوه في هذه المباراه ما بين تريبلات بلديه عيون سيدي ملوك وتريبلات نادي بني بلدان بقليل من الحظ كان شويه دربحت باقي البوان تريبلات بلديه عيون سيدي ملوك انتهى الوقت القانوني حكام تصفر نهاية الوقت القانوني 50 دقيقة انتهت إذا غيلعبوا هاد لامين ويزيدوا هنا ترمين وبالنسبة لخليه في واحد بالنسبة للنظام السويسري راه اللي مار 13 كينهي المباراة وخا الله يجعلهم ينهيها في ربع ساعة المهم اللي كيوصل ل 13 بوان تيربح المباراة لا ما يتسنى زعما تيسالي الوقت ولا شي حاجه الا كيوصل 13 ل 13 بوان كيمشي تيقيد اذا مشاورات ما بين لاعبي نادي بلديه العيون سيدي ملوك حول اضافه النقطه بلدية عيون سيدي ملوك عندهم أهم بوان في الأرض الله يحفظك السي كمال الله يحفظك أخويا السي مولا زاد هذا شوية شوية صعيبة صراحة جوش عطاهم يضرب 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 فيها العبار ما عرفناش البوان فين كاين الكرة عند نادي بني ملال لأن غيمشي يضرب مارتو غيمشي يضرب مارتو باقي البوان بني ملل ضربة زوينة البوان باقي عند تريبلات نادي بني ملل أصبح تشد مع مرابع كلمة
لاعب متوقف احتراما لأذان صلاة الظهر توقيت مراكش. وليس صحفيين محاولة السيمو بن سليمان هذا إذا النتيجة تتغير تصبح 11 مقابل 8 بالنسبة للقابل ديال السكور هي 11 مقابل 8 لصالح تريبليت بلدية عيون سيدي ملوك. هما خصهم ثلاثة ها؟ بيتوش كروسهم بيان بيان شوفوا معلش السيخ ليش سيبو شوي النتيجة مسجلة الآن في 11 مقابل 8 لصالح كريبليت بلدية عيون سيدي ملوك عصبة الشرق. المباراة الثالثة تفجر هنا ملاعب نادي مراكش للكرة الحديدية في إطار بطولة المغرب شوفان لموسم 2022-2023 البطولة ديال كتعرف مشاركة ديال 60 ثلاثية. كما قلت هذه البطولة كتعرف مشاركة ديال 60 ثلاثية ممثلة من جميع العصاب والأندية المختلفة المنضوي تحت لواء الجامع الملكي المغربي للكرة الحديدية. البطولة هذه كتعرف حضور متميز من حيث عدد الثلاثيات المشاركة. تدبير بالنتيجة فهي 11 مقابل 8 يعني آخر جولة. آخر جولة فد الدور الثالث من بطولة المغرب موسم 2022-2023 كانت جرى ما بين تريبليت بلدية عيون سيدي ملوك وتريبليت نادي بني ملال وضربة موفقة للأعراب.
وقت القانوني انتهى 50 دقيقة انتهت الآن في الملاحظة الأخيرة أو الجولة الأخيرة من هذه المباراة. النتيجة المسجلة لحد الآن فهي 11 مقابل 8 لصالح تريبليت نادي بلدية العيون سيدي ملوك ممثل عصبة الشرق. برافو سيمو بن سليمان تيربح البوان. ما نعرفش تنظن سامي اعراب غادي يضرب له بول بالفعل. سامي اعراب غادي يضرب له بول يضرب على النقط. ضربة موفقة ديال سامي عراق في الكورة تشوفها في اللعب. عندهم جوج في الأرض بالنسبة لتريبليت نادي بني ملال عندهم جوج في الأرض. بالنسبة للسكور فهي 11 مقابل 8. كان جوج كرات عند ايمن ابو العسل. باقي ثلاث كرات عند نادي بني ملال. عندهم جوج في الارض بالنسبه لنادي بني ملال وعندهم 8 في السكور. يعني هنا كتبدا العمليه ديال الحسابات الضيقه تخلي لهم جوج. ايمن ابو العسل تيخلي جوج. هنا في هذه اللحظات اللي فرغتي كرغت كما كيقولوا. هنا خصك تتبع 100 ضربة وضربة ولا 100 تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص. يعني 8-11 بالنسبة للنتيجة المسجلة لحد الآن. 8 عند بني ملال 11 عند نادي بلدية العيون سيدي ملوك. بالنسبة للكرة اللي فاتت جوج ديال النقاط لصالح تريبليت نادي بني ملال. اخر كره عند بلديه العيون سيدي ملوك عند ايمن بولازل. تيهرس تيهرس باقيين ثلاثة الكرات. تنظن الى بني ملال ضربوا لابول وزادوا لي بوان غيفوزوا بالمباراه. غيديو غروس مارك. المحاوله ديال المعاتا غيضرب لابول. المحال معاد غيضرب لابول غيضرب على جوج. فرصة تضيع. هنا كيبدا التشويق. تريبليت بلدية العيون سيدي ملوك مبقاش عندهم حتى كورة. الوقت انتهى. معاد تضيع كورتو خارجة من يدو عوجة. عندهم ان بوان في الارض. كانت هذه فرصه ديال نادي بني ملال باش يفوزوا في هذه المباراه ولكن ما تيربحوش. اخر كره كره واحده عند سليمان. حالة ما سليمان لا ضرب كاع مشى ضرب لابول وحيد هو بقى غيولي عندهم 3 بوان غيديروا 11-11 بارتو. هذه في حالة ما هذو الاحتماليات اللي تنعطيو وصافي. لأن تنظن سليمان تشجعو غادي يضرب. إذا غادي يضرب
إذا خصو يضرب ويبقى باش تحسب تروا بوان ويستعادو ضربة موفقة، ولكن تيديو جوج نقط وتنتهي المباراة بفوز تريبليت بلدية اليونسيتي من لوك على تريبليت نادي بني ملال. شكرا لكم المتابعة وإلى اللقاء. النتيجة النهائية 11-10. شكرا لكم وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.